فعالية الموضة السنوية فاشون فورورد عادت من جديد لدبي، إنها دورتها السابعة. مصممو أزياء لامعون من المنطقة عرضوا أحدث ابتكاراتهم لجمهور مغرم بعروض الموضة وذواق للمسات الفنية المتنوعة. الدورة السابعة لفاشون فورورد أقيمت في فضاء جديد هو حي دبي للتصميم في منطقة رأس الخور. فراس وإيمي كانا من بين الحاضرين في هذه الفعالية الجمالية، ليفتح لكم نافذة عليها. مرحبا، أنا بدبي ديزاين ديستريكت للمرة السابعة على التوالي مع فاشن فورورد. مثل ما عم تشوف هالبلاتفورم كتير صارت مشهورة بالشرق الأوسط. اليوم رح روح أشوف الديزاينر حسين بزازة لنشوف شو الكولكشن اللي عنده، ولحتى نستجوبه بنفس الوقت من وين عم بيستوحي هالمجموعة الحلوة. خليكم معنا لنشوف شو فيه. حسين، ما شاء الله مجموعة بتعقد كتير، بس خبرنا من وين عم تستوحي هالأيدياس كلها سوا. هيدا الكوليكشن مستوحية من شيء اسمه ألكيمي، وهي دراسة قديمة بتحكي عن كيف يخترعوا دواء يخلي الحدا عايش كل الحياة ويحولوا كل شيء متل لجولد. هاي كانت الإنسبيريشن الأساسية. حسين، كنت عم شوف كتير أنواع من القماش، دخلت كتير أنواع، وكان في كتير يعني مثل منشوف فيت كله ببعضه البعض، حتى استعملت اكسسوارز غريبين وجداد كتير، يعني حبيت كتير الستايل. كيف طلعت القماشات ركبتها مع بعضها؟ شو السر؟ هو نحن التريد مارك تبعيتي انه كيف فوت الالوان والقماشات مع بعضها. بهيدي الكولكشن حبيت شوي قوي دوز الالوان، يعني شوي زياده، والقماشات كمان استعملت القماشات اللي كتير شايني لحتى افرجي انه في افيه ميتاليك بالقماش، والدانتيل كمان الملون وكله، لحتى تطلع يعني وصل فكرة الانسبيريشن من وراء تداخل القماش ببعضه. مثل ما بنعرف حسين سالك زمان كتير بعالم الفاشن واخذ كتير اوردز، شو ال واتس اب كامينج ايفنت، يعني شو حابب، شو التارجت تبعك لبعدين؟ ما بعرف. ويل سي، يعني لنشوف لوين بنوصل. اسم الله عليك، ما شاء الله. ثانك يو. مستر علي، اسم الله عليك، من فاشن شو لفاشن شو، وين ما نروح منلاقيك؟ خبرنا شو رايك بالفاشن شو اللي كان اليوم مع مستر حسين. حسين كان دائما، مش اول مره بشوف له الكولكشن، ودائما انا بجي على الفاشن فورورد للموسم السابع. انا دائما من الاشخاص اللي من الصحافه السابتين بالفاشن فورورد، لغطي لهم للميدل ايست والجولف اريا. الحلو عند حسين، عنده ستايل، عنده لاين بيختلف عن الكل، ما بيشبه حدا، بغض النظر اذا حبيت او ما حبيت، بس انه عنده استقلاليه، وهذا شيء كثير حلو، وبتوقع له نجاح، بتوقع له تميز إذا اشتغل على الناحية العالمية. ما شاء الله. خبرني شوي عن البلاتفورم تبع فاشن فورورد، كيف بتلاقيه بالميدل ايست؟ فاشن فورورد اثبت وجوده، وحاولوا كثير اشخاص يعملوا مثل فاشن فورورد، بس دائما الاصيل بضلوا اصيل والجدي بضلوا جدي. في كثير مسافه بين فاشن فورورد واللي عم بيحاولوا يقلدوا فاشن فورورد، فكوراج للكل، بشجع الكل، بس ما حدا قرب على فاشن فورورد لانه فعلا زي ار بروفيشنال. شكرا لك علي، وبالتوفيق بمسيرتك. حبيبي، ثانك يو، ميرسي بوكو. انا حاليا مع ملك جمال تركيا 2013 وفوق دجر. هاي وفوق. هاي وفوق. What do you think about the fashion show that we just watched? I like very much. This is amazing. Super. And the designs and the models. Yeah. Too much. I like it. Okay. And Ufuk, tell me about the sports, the fitness. You see the models today. Yeah. They was very fit. Yeah. What do you do to keep fit in your life? This is very hard because all day I will go to gym,
and too much work and too much diet. This is very hard. مثل ما بيقلنا أفوك إنه هو بيتمرن كل يوم وكل يوم بيزبط أكله وهيك بيقدر عم بيحافظ على جسمه وعلى كل المطارح بيروح فيها ليكون فيت. Thank you أفوك. You're welcome. مرحبا دانا، خبرينا شو رايك بفاشن فورورد؟ هالسنة كتير حلو، عاملينه مغيرينه عن السنة الماضية. It's more open ويعني كل العالم جايين من كل أماكن، so it's really nice. دانا شو رايك بالفاشن شو تبع ديزاينر حسين فزازة؟ Amazing, he's so يعني creative وحبيت كتير دخل الليس والفلورال برينت، ما شاء الله يعني عن جد it was amazing. دايما بتجي على فاشن فورورد؟ Yes, هاي the third time صراحة. شو رأيك بفاشن فورورد كبلاتفورم بالميدل إيست؟ I love it لأنه عم بيخلوا الناس تشجع ويجوا مور على الميدل إيست إندستري، because كل الفاشن ويكس بإيدر بباريس، ميلان، نيويورك، فكتير حلو إنه عم يعني بنوجه العالم يتجهوا عنا هون على الميدل إيست، because إحنا عنا كتير ناس عندهم فاشن للفاشن، so الحمد لله الناس هلا عندهم العيون والنظرات، عندنا ديزاينر كتير هون وعم بيطلعوا ينطلقوا كتير. دانا شو بدك تقولي للمشاهدين بخصوص فاشن فورورد؟ I think كل سنة عن يعني كل سيزن عن سيزن احنا عم نكبر، وأود لاف العالم يجوا حتى يجوا يحضروا الانترستد بالفاشن، they should register online and they should come and visit Fashion Forward. سمعتوا دانا شو عم تنصحكم؟ yeah. شكرا لك دانا. أهلا وسهلا، تشرف. فعلاً كان حدث كتير رائع مليء بالابتكارات وبالجمال وبالذوق الرفيع. أنا في راس، بشوفكم المرة الجاية.